بي مريم كنت تحكي لنا اكزاكتومون شنو اللي صار قبل شوية في مركز الملك سعود. شفت مع مواطنة بتصب المطلب نتاعها في المركز مع حل مقر سبناها، مطلب نتاع استجهاز مناظرة في الحماية المدنية، طلبوا عليها طلب عليها دي شارج سكين نورمال. طلعتنا مع ماضي الساعة ونص ماضي الساعة وربع ما نتفكرش، قال السيد كان يوم لقينا 8 ولا 9 قال له المركز مسكر. قلت له يا اخي شو ما وقت العمل، بديت مركز وحده معناتها قال كلمة عليه. جيني واحد اخر لابس بالشوكلات قال احنا ما عادش باش نصبوا. قلت له في بالي صابين سيفيس كوديس. قال اما لا ترجع غدوه ان شاء الله وراه دي شارج ما فماش. قلت انت تنجمش معناتها تقول لي مين نمشي نصبوا في مركز اخر فما دي شارج؟ انا بديت نحكي معاه. جي واحد قال شنو سي فيتا بدا يعيط وقا وسب في الجليله. قلت له ما تسبش الجليله قرب لي عمل لي هكا معناتها بحذا وجهي عمل لي سبعه بحذا وجهي. قلت له بعد سبعه قال لي انا باش من بعد الكل دازني. قلت له دازني شهادته معايا. قلت له شفتوه كيفاش دازني؟ جاني رئيس المركز هذا لابس بالاحمر ضربني شعري يرميني يضربني نعاود نقوم يعاود يضربني نخرج للجنينه يجبدني من شعري دخلني للبيت هذيك نتاعو تاع رئيس المكتب تاع رئيس المركز يمنوتيني هما لي باس ويضربني منوتي زيد يقول لي اللي يسلم عليا رئيس المنطقه. ما عرفتش شكون هي رئيس المنطقه وانا رئيس المنطقه هذيا ما عرفها واني انا ما تربيتش من المره اللي فاتت. وكي يجي زيد يعاود ناس لحديث المحامي نتاعي ونجي انه احنا معصم تاع مريم تو بعد عطيت دي في نشوفوك تو في شارع نيكول عملت شهاده طبيه نحبوا نعرفوا معناتها ناويه تتبعهم قضائيا. الطبيعه بالنسبه لي ما تبدلش ومازال مغول وكان انا نعاود لكم الكلام اللي قالوا رئيس مركز حاشاكم قال لي تاخر لي شديت وحاسب كلام عيب هذا اسهل حاجه نجم نعاودها لكم ونضرب وكلسه ما مش متربيني في مكان بالعصا